مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني سيد عبد المهدي. أهلا بك ضيفا كريما على شاشة النيل. نريد من حضرتك أن نتعرف أولا عن ما هو يوم الأرض وما هي يعني أهمية هذا اليوم، ولماذا يحرص الفلسطينيون كل عام على إحياء هذه الذكرى. يعني يوم الأرض للذاكرة التاريخية حدث في 30 مارس عام 1976 عندما أصدرت إسرائيل قرارات بمصادرة أراضي في منطقة الجليل، وهناك في تزامن ذلك مع فرض حظر تجول على أهالي هذه القرى التي تمتلك هذه الأراضي، وخرج الفلسطينيين لأول مرة في مناطق 48 بعد الاحتلال الإسرائيلي الطويل في انتفاضة كانت مسجلة تاريخيا. هو لأول مرة هذه المواجهة الشرسة للدفاع عن أراضيهم، وسقط 6 شهداء في ذلك التاريخ، الأمر الذي خشيت فيه إسرائيل من توسع هذه الاحتجاجات داخل الأراضي الفلسطينية، وحاولت لملمت هذا الموضوع، وترسخ في التاريخ الفلسطيني أن هذا هو يوم الأرض الذي لا بد فيه أن يستمر الفلسطينيين في تذكير أنفسهم والأجيال الصغيرة والأجيال القادمة بأهم حقوق الشعب الفلسطيني، وهي العودة إلى أراضيه. إذن أصبح هذا اليوم يوم الأرض، كل عام يحيي الفلسطينيون على مدى، وصلنا إلى المرة 42. طبيعة هذا الاحتفال والاحتفاء بهذا اليوم هل تغيرت رغم ما يمر به الفلسطينيون وما تمر به القضية الفلسطينية من تحديات ربما تكون أصعب من التحديات التي كانت سابقة للتحدي الجديد اللاحق؟ يعني أنا أعتقد أن هذه الذكرى تمر في هذه الأيام في منعطف تاريخي، وربما هو المنعطف الأهم في تاريخ القضية الفلسطينية، تصعيد غير مبرر من الإدارة الأمريكية ومحاولة حذف القضايا الرئيسية عن أجندة عملية السلام. في هذا الوقت تضاءلت ربما بشكل كبير آمال عملية السلام، بالتالي أصبح الشعب الفلسطيني أمام منعطف خطير جدا يتهدد حقوقه في دولته الفلسطينية على أراضي عام 67، وفي نفس الوقت كان هناك إجراءات من الإدارة الأمريكية منها قطع المساعدات عن الأونروا، والتي هي تختص باللاجئين والذين هم يطالبون باستمرار بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية، كان لابد من مواجهة هذه القرارات وإرسال رسائل خارجية وداخلية. من أهم الرسائل الخارجية التي أرسلت هي أرسلت لإسرائيل ولترامب شخصا أنه لا مجال لمنع الفلسطينيين من الاستمرار في المطالبة بحقوقهم حتى تحقيق دولتهم، مهما تعاظمت التهديدات ومهما تعاظمت العقوبات التي تفرض على الشعب الفلسطيني. أما الرسالة الداخلية فهي أن الشعب الفلسطيني خرج برافعا العلم الفلسطيني بعيدا عن الفصائلية والحزبية، وهذه رسالة مهمة لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة، أنه آن الأوان أن تستجيب للجهود المصرية لدفع عجلة المصالحة، وأن تتوقف عن النظر إلى مصالحها الحزبية والالتفات إلى المصالح الوطنية العليا التي هي بأساسها الوحدة الوطنية. أعتقد أن على قيادة حماس وعلى رأسهم السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة وإسماعيل هنية التقاط هذه اللحظة التاريخية، لأن التاريخ لا يفتح أبوابه دائما للسياسيين، من أجل توحيد الشعب الفلسطيني وأن يتعالوا عن المطالب الحزبية وأن يلتزموا بكل الجهود التي تبذلها مصر من أجل توحيد الفلسطينيين. بالنظر إلى قولك وحديثك عن الرسالة التي أراد الفلسطينيون أن يوجهوها إلى الخارج وبالتحديد إلى الإدارة الأمريكية وإلى إسرائيل، في رأيك هل وعلى يعني ظل ما نراه من ممارسات الإدارة الأمريكية وإسرائيل ستتقبل هذه الرسائل أو ستتفهم هذه الرسائل وتتعاطى معها بشكل إيجابي لصالح عملية السلام والقضية الفلسطينية؟ أنا أعتقد أنه من تابع الإعلام الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي يعلم تمام العلم مدى خوف وخشية إسرائيل من هذه النشاطات السلمية، لأنها تعري
إسرائيل وتضعها أمام العالم في صورتها الحقيقية التي من خلالها تستخدم القوة ضد المدنيين العزل، وفي نفس الوقت اكتشفت إسرائيل أو تأكدت إسرائيل أنه برغم مرور 70 عام على احتلال الأراضي الفلسطينية إلا أن الفلسطينيين يسلمون الراية من جيل إلى جيل، وأنهم لن ينسوا، وكل الأحاديث والنظريات التي حاول الإسرائيليين ترويجها في خلال السنوات الماضية من الأجيال الجديدة فقط تهتم لأمور معيشية ومحاولة تصوير الوضع الفلسطيني على أنه قضية إنسانية، لا، بل هي قضية سياسية بالدرجة الأولى. شعب يتوق للحرية، يبحث عن أفق، هو يبحث عن السلام. السلام لم يقدم له حتى هذه اللحظة ما يريده، بالتالي على المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود من أجل إحقاق الحق الفلسطيني ودعم حل الدولتين، وخصوصا دولة فلسطينية على أراضي عام 7. هناك من المراقبين من يرى بأن إسرائيل تراهن على عامل الوقت، وأنه بمرور الوقت أن هذه القضية الفلسطينية ستموت في نفوس العالم الحر، وبعد ذلك في نفوس أبناء المنطقة العربية والإسلامية، ومن ثم يعني رويدا ربما تتراجع كما تراجعت في سنوات ماضية، يعني نظير أو بسبب تحديات وجدت في العالم العربي وفي كثير من الدول العربية. يعني إسرائيل في كل المحكات تكتشف خطأ كل كلامها. إذا نظرنا إلى الشهداء والمشاركين في هذه المسيرات سنجد أن أعمارهم بين 20 و أكثر بعدة سنوات من 20 عاما. هذا يؤكد أن هذا جيلا لم يرى الأراضي الفلسطينية التي هجر أجداده وأهله منها، ولكنه سمع منهم، وما زال داخل نفوسهم. الكل يتحدث عن بلداتهم الأصلية. حق العودة حق حصري للشعب الفلسطيني، لا يمكن لأي قوة ولا لأي مؤامرة مهما تشعبت أن تنتزع هذا الحق من الشعب الفلسطيني. على الجميع أن يدرك أن الحل الوحيد والأسلم للمنطقة هو حل الدولتين، وأن يكون للفلسطينيين دولة كاملة السيادة على حدود عام 67 وعاصمة القدس الشرقية. في ظل هذا التحدي وبمناسبة هذه الذكرى، ذكرى يوم الأرض، ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية؟ ما هو المطلوب من الفصائل الفلسطينية الرئيسية العاملة على الأرض؟ ما هو المطلوب من الدول العربية وكل المنظمات الدولية الفاعلة والتي لها دور بشكل أو بآخر تجاه القضية الفلسطينية؟ أعتقد أن هناك عدة مسارات من الممكن السير فيها. السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن تسير في اتجاهات أممية على مستوى الأمم المتحدة، وتحارب إسرائيل دبلوماسيا على الأرض. يجب أن تستمر هذه المسيرات وألا تتعسكر، وتستمر سلميتها، وأن تستمر حتى 15 مايو وهو ذكرى النكبة التي من المفترض أن تنقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، وأن تستمر بفاعلية. يجب على النهج السلمي الذي ربما في فترة سابقة قد استهزأ به البعض أو قلل من قيمته، ولكن أنا برأيي هو أقوى بكثير من عسكرة أو الذهاب إلى الملعب الإسرائيلي في اتجاه تصعيد عسكري. دائما هذه المقاومة مكلفة وتؤلم، ولكنها تؤتي نتائج أفضل بكثير من الأشكال الأخرى. آن الأوان أن يمسك الشعب الفلسطيني بزمام المبادرة، وأن يستجيب لكل الدعوات التي تدعو إلى الاستمرار في المسيرات ومواجهة الاحتلال في كافة النقاط، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي تجرأ. ربما الكثير لا يعلم أنه خلال غدا والأيام القادمة ستجري إسرائيل مراسم ذبح القرابين بالمسجد الأقصى من أجل إقامة الهيكل، وهذا لا يدل إلا على الاستهانة وعدم اكتراث إسرائيل لأي من ردود الفعل. بالتالي الشعب الفلسطيني الآن عليه أن كما فعل عندما ركبت البوابات في المسجد الأقصى أن يعيد الكرة وأن يستمر فيها. على الجانب الآخر، على الفصائل الفلسطينية أن ترتقي بمستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، وأن تكف عن المطالب الحزبية، وأن تتجه إلى الوحدة بشكل كامل. على الجانب الآخر أيضا، على الدول العربية والإسلامية أن تقف سندا للشعب الفلسطيني في هذه المعركة الفاصلة،
وأن لا تسمح لا للإدارة الأمريكية ولا إسرائيل بمحاولة تمرير أي شكل من أشكال الحلول الجزئية التي تقضي على طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة الفلسطينية. تحدثت سيد عبد المهدي عن النضال السلمي أو عدم عسكرة النضال في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ربما يرد عليك البعض ويقول إن العدو الإسرائيلي لا يفهم هذا المنطق ولا يفهم إلا منطق القوى وعسكرة الأمور حتى يرتدع. يستدلون على ذلك بما حدث في حرب 73، يستدلون على ذلك بحرب حزب الله ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود مزارع شبع، يستدلون على ذلك بما حدث في قطاع غزة وأجبر القوات الإسرائيلية على يعني الخروج من قطاع غزة، فيما ترد عليهم بذلك؟ يعني أنا أعتقد أن المقارنة غير واردة في هذا السياق. هناك اختلاف كبير بين ما حدث في عام 73 في دولة مثل مصر، دولة كبيرة بأراضيها استطاعت أن تصد الاحتلال الإسرائيلي. هناك اختلاف بين وضع الفلسطينيين وحزب الله، هناك معادلة مختلفة تماما. عندما قدم الإسرائيليين إلى مصر واحتلوا أراضي مصرية أو احتلوا أراضي لبنانية، كانوا بشكل احتلال يعلمون أنهم سيعودون مرة أخرى إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن الفرق أن الفلسطينيين والإسرائيليين المعركة على نفس الأرض، والإثنان يقولان أو إسرائيل تدعي أن هذه الأرض لها، في حين الفلسطينيين الأرض لهم منذ آلاف السنوات. هذه المعادلة لا يمكن المقارنة بالشكلين. ولكن لماذا نحن نقول عن المقاومة السلمية؟ الإسرائيل تجيد تماما كيف تدير المعارك العسكرية. هناك تفوق نوعي لإسرائيل في قدراتها العسكرية، وهذا الملعب تستطيع اللعب فيه بشكل جيد. أيضا تستطيع توجيه الإعلام في العالم بشكل مختلف، وتستطيع ذلك من خلال أدواتها الإعلامية، بالتالي ستكون المعركة غير متكافئة. أعتقد أن المكان الوحيد الذي يمكن أن نجذب إسرائيل هو ملعبنا، أن نجعل إسرائيل تظهر الوجه الحقيقي لاحتلالها، تظهر هذا الوجه الذي لا يكترث للقانون الدولي، تظهر هذا الوجه الذي يقتل المدنيين، تظهر هذا الوجه الذي يخالف القانون الدولي. أعتقد أن تجربة الشعب الفلسطيني راسخة في هذا المجال، وتعلم تماما أي المعارك التي تنتصر فيها. الانتفاضة الأولى، طوال سنوات الانتفاضة الأولى، استطاع الفلسطينيين أن يمرغوا أنف الإسرائيليين في الأرض لأنهم استخدموا الوسائل السلمية. في الانتفاضة الثانية عندما تم عسكرتها انقلب السحر على الساحر. أعتقد أن هذا هو النهج السليم. شكرا لك سيد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، كنت ضيفا كريما في استوديو نيل الأخبار. شكرا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، ولاستمرار عملية التحليل